اتفضل. مرحبا. اهلا، كيف صحتك؟ ماشي الحال. تمام. بدي اسالك عن شخص توفى من شهرين. شو اسمه؟ جودة الهادي. جودة الهادي بس؟ ما عندك رقم بطاقة، اسم رباعي، أي تفاصيل؟ أبدا. كيف بدي أعطيك أنا؟ عفوا، أنا حقك علي، أنا المحامي قيس العابد، في عندي قضية بس بخصوص هذا الشخص، بدي أخذ شوية معلومات. أستاذ قيس، تفضل. شو اسمه قلت لي؟ جودة الهادي. شهرين، آخر شهرين أسيادة. آخر شهرين المفروض يكون عندي على الكمبيوتر. جودة أنطوني الهادي؟ بس من 11 سنة يا أستاذ. لا لا، أكيد غيره. وعندي شي جودة إبراهيم الهادي. شو التاريخ؟ هيدا من 9 سنين يا أستاذ. لا كمان لا. شو يا جودة؟ قصدي يا أدهم. نعم سير. شو وضعها؟ مين هي؟ هلا ما تعرفها؟ مين هي؟ ما غيرها، حبيبة القلب تبع السهر. ما فهمت قصدك. عم تسهر؟ هي؟ أنت؟ لا أنا. إيه لا، خلصت القصة من زمان، كل شيء خلص. سكر. أحياناً بشرب لي كاسين.